تمام مفيش مشكلة، ولكن في بعض الأحيان في ناس بتبقى حابة إن هي تبقى فاهمة كل حاجة، فإحنا بنقول إن إحنا بنسهل أو بنبسط المعلومة على أساس إن أنتوا تبقوا فاهمين، على أساس كل واحد كده حاسس إنه تصبيح الشعر. واتكلمنا عن هزة العربية اللي قبل شوية بتكتر مات في الترسيس الأمامي، والهزة اللي هي فوق ال 120 لغاية 140 ترسيس خلفي، هذا مع مصطفى حرامي كان اي بي اس، اتكلمنا في الكلام ده بشرح اكتر، بس انا بتكلم في نقط سريعا كده. دراسه الانفراد المحجره السلبي فيه مشكله، تخطيط وترجيع في الارض، قلنا حاجات في العفش وجلب المقصات، المساعدين المكتب زعل او المطب جانب، عوامل في العربيه، وقلنا ده ضبط زوايا او مقصات لو في مشاكل كمان في الكاوتش ممكن تعمل نفس الحاجه.